مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صين المال والأعمال. أنا بيلي وأحييكم من بكين. في السنوات الأخيرة استمرت الشعبية استهلاك للمنتجات ذات الخصائص الصينية والمنتجات المحلية المنشأة في ارتفاع، ولدى العديد من الأشخاص قائمة بالمنتجات المحلية في عربات تسوق الخاصة بهم، والتي تشتمل على الملابس والأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل والأغذية والأدوات المنزلية ومنتجات الرعاية الصحية وغيرها من المنتجات المتعلقة بجميع جوانب الحياة. ووفقا لتقرير اتجاهات استهلاك المنتجات المحلية للشباب لعام 2022، صادر عن معهد البحوث التنمية الاستهلاكية والصناعية لمجموعة جيندون، اشترى المستهلكون الشباب المزيد من المنتجات المحلية هذا العام أكثر من ذي قبل. أصبحت المنتجات ذات الخصائص الصينية خياراً جديداً للمستهلكين الشباب، فهذا لا يظهر أن المستهلكين لديها المزيد من اعتراف والثقة في العلامة التجارية والتصميم والجودة للمنتجات المحلية فحسب، بل أيضاً يعكس الثقة المستهلكين بالثقافة الصينية العميقة. وفي حلقتنا اليوم سوف نلقي نظرة معا لنرى كيف أن هذه المنتجات المحلية تتكيف مع تطور العصر من خلال التجديد الذاتي. في نهاية سبتمبر 2021 أصدرت منصة تاوباو قائمة البضائع العشرة الأولى مبيعا للعام، من بينها منتجات ثقافية ابتكارية متعلقة بالفضاء والملابس الرياضية الصينية ماركة ميخوا. تم تحديد البضائع العشرة استناداً إلى بيانات التسوق لمستخدمي الإنترنت. اكتسح الأسواق الصينية تيار الإقبال على المنتجات الصينية. أكثر من 80% من البضائع التي يشتريها الصينيون الآن منتجات محلية، وذلك يشير إلى حلول ربيعها كما يقول الكثيرون. في تسعينيات القرن الماضي تدفقت منتجات التجميل والمكياج الأجنبية إلى الصين، ما شكل صدمة جسيمة للعلامات المحلية. تم الاندماج والاستحواذ لبعضها وأخفق البعض الآخر، لكنها لم تستسلم وما تزال متجذرة في السوق وتبذل جهودا شاقة لتطوير نفسها. تأسست شركة باي تشويلين عام 1930 وعمرها يعادل 90 عاماً. منتجاتها ما تفضله الآنسات والسيدات في شانغاي قبل إنشاء الصين الجديدة. بالنسبة للمستهلكين الشباب فإنها ترمز إلى منتجات التجميل والمكياج التي كانت تستعملها الأمهات والجدات، لكن الماركة القديمة حظيت باعتراف أسواق اليوم أيضاً. عام 2021 حصلت على لقب أكثر منتجات التجميل والمكياج قيمة في العالم للمرة الثالثة والخامسة عشر عالمياً في قائمة منتجات الرعاية الشخصية. 大家都知道原本记忆当中那个小蓝罐吗？就是妈妈在小时候就会在撕开锡纸抹在我们的脸上，至今这个产品都还在各大的线下渠道有售。这是为什么呢？这就是因为老百姓们需要它。 تشون جاسيان مديرة قسم العلاقات العامة والشؤون الإعلامية في الشركة وعملت 12 سنة قالت إن الشركة ظلت تواظب على إطلاق المنتجات الجديدة، من الكريم المعلب الكلاسيكي إلى لوشن الجسم ومنتجات تجميل البشرة بمكونات العقاقير، واليوم تحظى بإعجاب المستهلكين بشكل متزايد. فكيف حصل ذلك؟ للإجابة على هذا أخذتنا تشونغ لمقابلة الدكتور مان تشين يانغ. 如果是你要坚持非常坚持这个开关的话，当然我也不否定。但是这个项目从现在开始，可能我就不负责了，因为我的科学并没有办法去支撑你的理论。你是这个项目的爸爸，你怎么能不负责呢？这是这个并不可能。الدكتور مان تشين يانغ مدير قسم التخطيط للمنتجات في شركة باي تشويلين تخرج من جامعة نوتنغهام بشهادة في الكيمياء والكيمياء العضوية. من تجادله نائبة المدير من نفس القسم شي تشاو يين.
اتضح أن فريق الدكتور مانغ توصل لتكنولوجيا إزالة الزيوت التي تفرزها البشرة ورغبت نائبته بتشبيهها بالزر في الدعاية. لاحظ فريق الشركة أن المستهلكين الشباب يرغبون أكثر في شراء منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مكونات طبيعية. كان عام 2020 البداية لصناعة التجارة بالبث المباشر. حددت الشركة استراتيجية تنميتها الجديدة القائمة على التكنولوجيا والعقاقير وأجرت الكثير من المحادثات بين الصين والغرب، وما يزال الدكتور مانغ يشعر بالفخر كلما ذكر الأمر. 这个辩论赛是主题呢，是西方医学和东方草本学。那最终呢，东方草本学在化妆品中的应用是打败了西方医学，而且是以绝对的优势打败的。那这也证明了我们东方草本学在化妆品中的一个非常重要的一个应用性和它的有效性。我们的开发的产品中，其实用到了非常多的中国的天然草本成分，比方说我们用到了像人参的提取物啊，我们用到了灵芝的提取物啊。 قام الباحثون بكمية هائلة من البحوث المعمقة حول خصائص بشرة النساء الصينيات وأطلقوا العنصر المستخرج من العقاقير ضد شيخوخة الجلد بروفيتا. 我们的原初因这个成分是百雀羚独家的，最核心的作用呢，其实是帮助皮肤淡化皱纹，同时解决深层产生皱纹的这些风险。通过细胞层面，通过体外的一个皮肤模型。 还有通过实际的人体的一个测试，都证明了这款高科技原料对于中国女性的衰老过程是一个非常有效的一个技术。 أكد الدكتور مانغ على عدم السماح بوضع بشرة المستهلكين في خطر سعياً وراء كفاءة المنتج العالية، وأضاف أن المنتجات التي يطورها المختبر لابد أن تجتاز اختباره أولاً، وبعد أن تحصل على التصديق توزع على عدد معين من المستهلكين للتجربة وتطلق في الأسواق أخيراً بأقل من 10% من جميع المنتجات. ولضمان الجودة أنشأت الشركة منصب الرئيس التنفيذي للجودة، وله حق الفيتو بشأن أي منتج جديد. 我目前呢是公司的质量安全负责人，所以在某些事情上可以就是对我们的产品实行一票否决权，对我们质量的来人来说呢，它是不能容错的。还是有个别的消费者是不满意的，但是就说真的，我们这个消费者不满意呢，其实他们并不是说，哎，我达到就是9.5就好了，其实 0.5%对我来说都是风险。 التجارة، الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا الفائقة، العقارات، الاستهلاك. نقدم نظرة موسعة عن الأعمال الدولية وكيف تغطي العالم كله وتؤثر فيه وتترابط معه. صين المال والأعمال فقط على CGTN العربية. بالمقارنة مع بعض العلامات التجارية الأجنبية رائدة للتجميل، فإن بعض المنتجات من العلامات التجارية الصينية القديمة ليست لديها جودة عالية وأسعار مناسبة فقط، بل إنها تناسب البشرة الشرقية أكثر من غيرها. وعلى الرغم من عدم وجود عبوات فاخرة، إلا أن المنتجات من العلامات التجارية الصينية القديم بسيطة وعملية، كما أن عبوة تعطي شعور بالعودة إلى الأزل، ما يرضي الجنين المستهلكين. وفي الوقت نفسه يمكن للعلامات التجارية المحلية أيضا ترقي وابتكار منتجاتها وفق احتياجات الصينيين العاجلة والواقع. خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19 غير تجاه تركيزها في بيع المنتجات بالماركة يوزو في الوقت المناسب لتلبية حاجات المستهلكين لعلاج بثور الناجمة عن ارتداء الكمامات لفترة طويلة، وقامت بجولة جديدة من ترويج لمنتجاتها ذات السلة مستفيدات من تيار البيع عن طريق البث المباشر الذي ظهر في مطلع تفشي الجائحة.
بالنسبة للعلامات التجارية التقليدية القديمة، من الضروري اغتنام فرص تيار المنتجات ذات الخصائص الصينية لاستكشاف ابتكارات في تصميم المنتجات وطرق بث وتسليم محتويات بشكل جذري. وفي الوقت نفسه من الضروري تعلم استخدام الإنترنت ليجعل العلامات التجارية القديمة تبدع من خلال وسائل الإعلام رقمية. شركة جاهوا في شانغهاي أحد المؤسسات الصينية القديمة في صناعة الكيمياء، أصلها شركة غوان شانغهانغ التي تأسست عام 1898 في هونغ كونغ قبل 124 سنة. تعمل في مجال منتجات العناية بالبشرة مثل كريم اليدين بماركة ميجيا جين وماء كولونيا ليوشين. قابلنا الباحث بو إي غوان الذي شغل في الشركة ل 35 سنة. كانت المنتجات المحلية الموجهة للبشرة في حالة شبه صحية غير موجودة أساساً. عام 2003 اتخذ فريق البحث في الشركة إصلاح حواجز البشرة كنقطة اختراق، وأدخل التكنولوجيا المطبقة في مجالات الطب السريري وطب الوقاية والتجميل والبيولوجيا في عملية تصميم واختبار سلسلة من المنتجات. إنها مجموعة من المنتجات التي صب أكبر قدر من حماسته فيها. لطالما تعاونت الشركة مع العديد من المستشفيات رفيعة المستوى محلياً لإجراء البحوث العلمية والتجارب، وتوصلت لمنتج على شكل لوشن لإصلاح حواجز البشرة. 那么皮肤是一个很智能的东西，很智慧的东西，它会根据它的需要，它的产生它的那个脂质构成成分。我们把屏障修好以后，对同时加强皮肤里面的水分箱皮表的这样子的一个输送，再改变它的一个屏障的这样的功能。 خلال فترة الوقاية من الجائحة والسيطرة عليها، غيرت الشركة تركيزها في بيع المنتجات بالماركة يويتس في الوقت المناسب، وقامت بجولة جديدة من الترويج لمنتجاتها ذات الصلة. 玉泽的真正特色，我觉得两个字，匠心。其实我可以大胆说，一言共创这个四个字是我们玉泽来定义的。 2003年到2009年， 我们花了6年时间，调研了1386例临床测试。 推出了一款产品玉泽的皮肤屏障修复乳，在很多国际上的杂志，例如《Dermatology》这样进行发表，在银屑病的包括特异性皮炎的辅助和预防治疗，这些我们都有文献的发表在里面。 يعد الدكتور جيا هاي دونغ من القوى الحيوية الجديدة في جاهوا. درس في أكسفورد في بريطانيا ويحمل الدكتوراه في الكيمياء النظرية الفيزيائية، ويصنف بمثابة أحد أفضل 50 عالما في العالم. 从小这种很喜欢化学，一直在钻研这个领域。机缘巧合，2020年10月份我加入上海嘉化。我觉得我如果能带来一些新鲜的理念和一些不一样的想法到里边，可能是我们未来一个很好玩的事情。الدكتور جيا هاي دونغ يتولى منصب المسؤول عن أعمال البحث والتطوير لكافة المنتجات بما في ذلك سلسلة يوتز. إن قدومه أضاف لمسة مختلفة للمؤسسة البالغ عمرها أكثر من 100 سنة. 工作氛围随和，但是要求绝对是精益求精，绝对的。当你拿到95分的时候，他问你能不能做到95，当你拿到96分的时候，他马上跟你说能不能做到100。我来到之后，我们打造了八大基础平台和一个开放式的网络。八大基础平台就是说我们未来可以针对未来3到5年甚至10年这样的长周期的项目的积累，来保证我们产品未来能够建立一定的高度。 رغم الصرامة التي يتمتع بها في العمل، إلا أن البهجة والضحكة لا تفارقه، وبفضل تفكيره العميق حول الصناعة واحترامه للفنون وتشجيعه ودعمه للابتكار، وجد أعضاء فريقه هدفاً أعلى للكفاح ودوافع أكثر للابتكار. 因为本身的话，你做一个产品，尤其是化妆品，它能给中国女性带来一些美感在里边。
这些美感的话，其实你有一些我们叫做 sense， 就是感官的这种感觉，这没办法去用言语去描述的。لترقية المنتجات بالفنون والتكنولوجيا واجهت شركة جاهوا كثيرا من العوائق. 对未来的话，其实整个嘉化的一个方向也是匠心打造。为什么有匠心两个字？就是说我们不功利，我们做产品的话一定要对得起消费者，而不是为今天的一城一池这样子的一个得失，而是希望我们做一款产品能够延续几十年到百年。每一年我们在研发端投入的资金都是超过1亿元的，以支持我们用匠心打造智美的产品啊这样的一个理念。同时呢，我们自己内部的研发人员也非常的具有优势，我们有几十位的博士啊，我们也是一个博士国家级的博士后的工作站。在123年的发展的历史当中，我们横跨了美妆护肤、母婴、个护家亲等许多不同的品类啊。那么在2017年，我们收购了英国、澳大利亚、新西兰第一位的母婴喂哺品牌汤美欣，所以今天我们可以非常骄傲地说，我们是一家总部在上海，在中国的全球跨国公司。رفعت الشركة قدراتها الابتكارية والتكنولوجيا عن طريق استخدام المواهب العالمية، وإضافة لمشاريع المزيج من البحوث العلمية والتجارب، تملك شبكة بحث وتطوير مفتوحة وثمانية منصات أساسية لدراسة أحياء الخلايا، 7 خبراء متعاقدين و13 مركز اختبار و14 مؤسسة بحثية متعاونة و5 مصانع باستثمار أحادي في لندن والرباط وشنغهاي ودونغوان وهاينان. كما تصدر منتجاتها إلى ما يقرب من 40 دولة ومنطقة في العالم. 这种创新呢，一个就是在它的这个品牌里边呢，增加新的这种产品的含义和产品的内容，你比如说像我们的同仁堂、稻香村哈，这些那都是百年以上的品牌，但是他们现在也创造了很多适合年轻人的这样一些产品，来更好的适应现在消费市场的这种新变化。第二个方面呢，就是这些老品牌也抓住了数字化这个时代的这个机遇，然后利用这个电商的渠道能够更加快速地接近老百姓，不是坐等消费者上门，所以他们也在改变这种经营的方式。لم يكن صعود المنتجات ذات الخصائص الصينية من قبيل الصدفة، فقد وفرت القوة الاقتصادية المتزايدة وتحسين المستمرة للثقة الثقافية للصيني أرضية خصبة لنمو العلامات التجارية الصينية، فتستحوذ العديد من العلامات التجارية المحلية على احتياجات المستهلكين، وتراقى المنتجات بتكنولوجيا رقمية، ثم تبتكر باستمرار في تدوير المنتجات واستراتيجيات التسويق وقنوات البيع وما إلى ذلك لاستيلاء على مكان في السوق الشديد المنافسة. تحتاج العلامات التجارية الصينية إلى زيادة قدراتها الابتكارية الذاتية وإتقان تقنيات الأساسية وصياغة معايير عالية الجودة من حيث مفاهيم البحث والتدوير واختيار المواد الخام وعمليات الإنتاج واختيار الجودة وغيرها من الجوانب، وكذلك اعتماد بنشاط على التقنيات الجديدة والمواد الجديدة وعمليات الجديدة لإجراء البحث والتدوير والإنتاج، وأيضا بمساعدة تقنيات المعلومات الحديثة مثل الاقتصاد الرقمي والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لتحسين دقة المنتجات. إن الماء النظيف والمحتوي على عناصر معدنية طبيعية هو الماء العذب المثالي. هل من الممكن إنتاج جهاز معالجة للماء يصفي كافة العناصر الثقيلة في حين يبقي العناصر المعدنية المفيدة لصحة الإنسان مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وغيرهما؟ بدأت شركة فوتيلي الصينية في تكوين فريق لذلك.
那我们就是跑了很多地方，国内啊国外都跑了，找这些专家院士，就是他们都觉得没有这种就实现我们这种定义的。بعد أكثر من 10,000 تجربة على نحو 100 مادة أنتجوا فلتراً يتمكن من تصفية الرصاص والكروم والكادميوم والزرنيخ وغيرهما من العناصر الثقيلة وإبقاء الكالسيوم والمغنيسيوم. عام 2019 تحقق الإنتاج الكمي لهذا الفلتر الذي يحتوي على كمية هائلة من مواد التصفية. أجرى الأخصائي تجربة معملية بسيطة. الماء الذي يخرج من الحنفية هو ماء منزلي عادي، أما الذي يخرج من الأخرى فهو ماء معالج، يضاف إلى كل منهما كاشف ملون، فيتحول الماء الذي يحتوي على الأيونات إلى الوردي، أما الآخر فلا شيء يظهر. 我们取千离子试剂，在刚刚接的两杯水里面分别滴入2到3滴。 我们可以清楚地看到，未经净化的水 在滴入千离子试剂之后呈现一个粉色，说明它里面含有千离子；而经过净化后的水，它呈现一个千离子试剂本身的颜色，说明它里面不含千离子。 لم يتغير لون الماء، وهذا علامة على نجاح تصفية العناصر الثقيلة. أما العناصر المفيدة فهل تمت تصفيتها؟ لنضيف كاشف اختبار العناصر المعدنية في كلا الكوبين أيضاً، وسيتحول لون الماء إلى الوردي. 我们可以发现两杯水都呈现了一个紫红色，说明两杯水里面都含有矿物质。 عام 2021 وبعد 5 أشهر تصدر قائمة تشونغ يي كانغ لمبيعات أجهزة معالجة الماء في أسواق فوجو وتشيامين. 我们通过自己的努力自主创新，然后呢，能够突破我们现有的技术，就是磨技术的这个瓶颈，其实是填补了全球这个净水磨行业这个一个技术空白。 إن طبيعة الأعمال هي جلب القيمة. أنشطة الأعمال في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، حيث المستهلكون العالميون. التجارة، الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا الفائقة، العقارات، الاستهلاك. نقدم نظرة موسعة عن الأعمال الدولية وكيف تغطي العالم كله وتؤثر فيه وتترابط معه. صين المال والأعمال، فقط على CGTN العربية. ويعتمد إنتاج الحبوب الحديثة على حوسبة السحابية والبيانات الضخمة والإنترنت الأشياء وغيرها من تقنيات، كما يتم استخدام الطائرات بدون طيارة لحماية نباتات زراعية والحصادات غير مأهولة وأنظمة تسوية ذكية على نطاق واسع، ما يجعل مستوى العلوم والتكنولوجيا الزراعية في الصين تتحسن باستمرار ويساعد زيادة الإنتاج والحبوب بشكل واضح. لا تطبق الشركة جينلونغ يو ممارسات خضراء ومنخفض الكربون في جميع مراحل السلسلة الصناعية فحسب، بل تدمج أيضا هذا المفهوم في البحث والتدوير لمنتجاتها الجديدة، وكل هذه من أجل تلبية وعي المستهلكين المتزايد بالتنمية المستدامة وطلبهم على المنتجات المتنوعة. تعد علامة جينلونغ يو أحد العلامات الشهيرة في الصين. ثلثي سكان الصين يتغذون على الأرز، ورغم أن الأنواع المنتجة محلياً تزيد عن 5,000، إلا أن محاصيل الأرز السنوية في البلاد يعادل 200 مليون طن فقط. تفتقد الصناعة إلى تطور أعمق وأكثر. في 12 يوليو 2021 انعقدت في شنغهاي ندوة حول تكنولوجيا التحكم الدقيق في نوعية الأرز ب6 خطوات، وأعلنت جمعية الحبوب والزيوت الصينية أن هذه التكنولوجيا فريدة محلياً ودولياً لشركة جينلونغ يو. 我们推出了六部鲜米金控的稻谷先生以后，也迅速得到了中国粮食协会的认可，给了我们行业内年度最高分。 我们作为加工企业很是欣喜，这样就能快速让消费者吃到更好更营养的大米了。稻谷六部鲜监控技术体系创建和产业化，它是国内外首创，它总体水平得到国际领先，那这就是我们的评价里面最高的一个评价了。 يقول البروفيسور ياو خويوان الذي يناهز 80 عاماً،
إن تكنولوجيا زراعة الأرز الدقيق بست خطوات ابتكار أصلي ذي مغزى ريادي. مؤخراً يتعالى طلب الصينيين على الأرز على نحو تدريجي. وفي ظل هذا الوضع ظل الأرز التايلاندي والياباني وغيره من الأرز الأجنبي ما يقبل المستهلكون عليه. تمر حبة من الأرز بمراحل متعددة قبل أن تصل إلى طاولة الإنسان، فكيف يمكن إبقاؤها طازجة ولذيذة؟ لحل هذه المسائل لطالما كانت صناعة الأرز تستكشف الطرق المتقدمة لمعالجة الحبوب. 其实作为一个行业从业者，我也经常去超市，看到很多消费者在选购大米的时候，总是看包装里边的内容物。他们告诉我什么白的、亮的大米都是最好的大米。其实这种认知是非常错误的。真正好的大米应该保留它的美味，才能保留更多的营养价值和微量元素，口感才会变得更好。 ولكن كيف أحرزت جين لونغ يو نتائجها هذه بالضبط؟ إذن فريق البحث والتطوير فيها متكون من نحو 300 شخص، والدكتورة جيانغ يوان رونغ هي من يقودهم. وكلما تطرق الحديث إلى التكنولوجيا ذات الست خطوات لإبقاء الأرز طازجاً، تظهر على وجهها علامات البهجة. ما هي 6步鲜米精控？科研上 可能觉得挺生涩的，其实我给你描述出来，你可能就会觉得，哎呀，原来它像一个女孩子一样的，从出生到漂漂亮亮，再到我们的这个门面餐桌上，我们的鲜鸽是叫适时收割，是在它最有生命活力的时候，把它新鲜的收割下来，这样既保证了美味，还有一个巨大的贡献，是什么呢？是事实上， كما تقوم جين لونغ يو بالتحكم في جودة الأرز من المنبع وتحكم الموسم الأنسب لحصاده بتكنولوجيا تمييز فوارق حبوب الأرز. 精准收割有两大好处，第一，这个大米就是好吃，新鲜，世界公认的对大米食用品质的话呢有个测试的仪器，叫食味计。 一个食味值的话呢，精格的话是88，你不是精格，你这边那个织机坪经验色的话呢，只有86不到的。另一方面，就是尽量精准，鲜格的话，有精准的时机来格的话，它可以增加水稻产量 7% 左右。حلت هذه التكنولوجيا سلسلة من المشاكل في العديد من مراحل إنتاج الأرز من الحقول إلى الطاولات، ما وفر ضماناً لنوعية وجودة الأرز، وشكل سلسلة صناعية كاملة من إنتاج ومعالجة الأرز الطازج. 我经常跟同事们讲，我们就像呵护一个米宝宝一样的，从它的出生到加工，再到餐桌，一步一步，我们说6步精控，小心的呵护。 才能吃到好吃的大米，还有一个呢，低碳、低温的储存、低温的碾磨，它不仅对米宝宝很好，其实它也是一个节能环保，这非常好的去响应了我们国家碳排放、碳中和。 لتحقيق نهضة منتجات العلامات التجارية القديمة، كان لابد من السعي وراء النمو السريع للاستهلاك على منتجات العلامات التجارية المحلية وتحسين قدرة البلاد على الإنتاج ورفع مستواها في البحث والتطوير للتكنولوجيا. وأمسكت العلامات التجارية القديمة بالفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية، وتعرفت على الاحتياجات الجديدة في السوق، وكسبت المستهلكين باستمرار. وبحسب التقارير، ازداد معدل البحث عن المنتجات ذات الخصائص الصينية على الإنترنت بـ 528%. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا معكم اليوم. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء الحلقة القادمة.